مكون العلم العادنا صلوا عليه. عبارة هي عن تسلية وهي لنتغسل أنا والشباب وأنا أكبرهم سناً وجايين ننبسط باعتبار شوي الوضع عنا مازوط وغاز ما متوفر والوضع شوي بالنسبة للتدفئة سيء. نستعمل كل الطرق المتاحة من الكهرباء، من الحطب، من المازوت، يعني إيش الطرق المتاحة بنستعملها. فأول شغلة، أول خطوة بنأمن على الأولاد وأهل البيت، ونحن باعتبار أنه نحن رجال يعني جسمنا بيتحمل وكذا، فمي فاترة بعض الأحيان بمشي الحال من باب أنه صب الدوش مثل ما بيقولوا بالعامية الحلبية. حكي في عمرنا سوا هيك بس شلون يوم حصلت والله.